ضحكة مالته. اليوم راح اجربها. هذا حسابي الثاني بي اي كي الفزار. واخيرا اي وانا منظور الشخص الاول اي اي الامور قاعدة احصى من الاول. عبالك السلام عليكم، شلونهم الشباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم علي العراقي، واليوم فيديو جديد عن لعبة ببجي نيو ستيك فيس كام. رجعلكم ابو الاصفر بس اليوم جبناه لايكي، والله جبت لايكي. ايه طبعا هذا حسابي الثاني باونا، هذا الاسم طبعا مكتوب انتوش فانتوش ما ادري شنو. المهم هذا انا هنا باح اكتب اسمي، مو عاد يقول هذا مو انت، الاسم مكتوب، مو تقولون شنو على لا مو انت، لا هذا حسابي الثاني. باعوا اقدر اقرب، باعوا حسابي الثاني، مو تقولون مو انت. شوية صوت اللعبة مزعج لهذا قللته. الشركة اليوم بتاريخ ايش قد اليوم 25 مو اي 25/12/2021، بعد 6 ايام نودع هاي السنة. فالشركة اليوم دزت لنا هدية حلوة لكل اللاعبين. خلينا نفوت نشوف شنو الهدية. طبعا مو هاي بس خلينا نشوف هناش يطلع لي. هناش عندنا طبعا ما هلا حق اخذها، لازم بحسابي الاول. خلينا نشوف الهدية، لان يعني الهدية بيها شغلة قوية. فوت على الرسائل، هدية المفاجأة. طبعا عندي هواي جواز ما ماخذها، هواي اشياء هواي، وهاي الهدية الاولى. خلينا نشوف الجواز. هاي الجواز اللي ما ماخذه صار له هواي، 17 في الشهر دزوهن، لان حساب قلت لكم صار عندي كم يوم قبل كم يوم، 24 بالشهر، 25 بالشهر لهذا اليوم. وهنا المفاجأة يا شباب، يقولون هذا ضرب مال ميز حلو مال الأعصاب. هنا الشركة ايش دزت لنا؟ 3 بطاق مال تطوير السلاح مال اي كي الفزاع، او هاي الانفور الجديدة مال شبح، او ذاك السلاح مال مصاص الدماء الاس ام جي. 3 بطائق خلنا اخذهم كلهم تقريبا، استلام سريع حتى من نسوي تفتيح بعدين. اوكي شركة دزت لنا هاي 3 بطائق مال تطوير سلاح، لي هاي مال ترقية اللي تقدر تطور بيها الاسلحة اللي عندك. مثلا هاي الانفور الجديدة نزلت بهذا الصوت، طبعا بقى اقدر اطور. وعندك هذا السلاح مين القناص الاس ال ار، وعندك الاي كي. الاي كي ما تجي مثل هيك، بس انا عندي مفاجاه حلوه. واشكر صديق القناه مره ثانيه، هو راسلني وقال لي علاوي الاي كي اخذها، اعطاني هذا الحساب، فتحه جديد بدون شقه، حساب جديد وفتح صناديق طلعت له الاي كي جديده مال الفزاع. طبعا الحساب صار له اسبوع ونص، اسبوعين تقريبا الحساب عندي. بس الصراحه طبعا صديقي راسلني على الانستغرام وقال لي على شفت الفيديو مال 100 دولار من صرفت على اي كي فزاعه، ما طلعت لي. والله هواي طبولي اللي في الحساب، اللي يعني عاطفونك هواي، ليش على يعني شو تسوي ليه كتره ده تسمعون، ترى ماكو اي كي. وهاي مالتها التاثير الاخير، طبعا هاي راد له هواي. هاي الضحكة، بس انا عندي هاي البطاقة اللي اعطوني اياها هسه. مستوى صوت القتل يس ببلاش، بدون صندوق ببلاش، مرتاح. حسابي جانبي ليكي. فهنا بالبداية يقول لك حدد عنصر، تريد السلاح لو السكين. انا دائما اختار السلاح. تأثيرات الكل مسج
والصندوق ترى اسم جمجمون يطلع هيجي. خلنا نفتح هذا الصندوق، عندي واحد. لا والله ثلاثة عندي. على حظة تطلع لهم فوق. لا والله. اوه اسكن مالكي، اسكن مالكي، بقى واحد. يا رب. جزمة. فهنا يقول لك اختار. طبعا هنا همين اكو اي كي نارية حمراء قوية، نختار السلاح. عندي كم صندوق هنا؟ 4. ملك الدماء. اوكي. اوه وردي. شنو؟ زي سترة العطلة الفاخرة. عبالي هي مال مرصاص الدماء. بس ترهم. الثالث هذا؟ لا. بقى واحد. شكله وردي. لا. نظارات شمسية. لأن مرصاص الدماء يحتاجون نظارات. صحيح مو؟ عندي صندوق مال ثلج؟ لا. طبعا هنا نختار إيقاف. او لا، خلي يجون اصدقاء، خلي يسمعون الضحكة مالك، خلي يقولوا له على الهوا الشايل. ما اريد الفيديو يصير 20 دقيقة، اريد هو 15 دقيقة او اقل. اذن يا اصدقاء اليوم راح نجرب اي كي الفزاع. شد حبيب. ما عندك اي كي؟ لا. صدق سيارة جتني. تفقد علامتي. ورطت واحد، يعني ضربت واحد. هذا واحد وقع. صعد. فلش. واحد انحسب اليه. كواد بالسيارة صديقي. واحد بالسيارة. ارمي. هي ترقد. وقعته. وقع. الفكرة بي. يس. والله وقعتهم اثنيناتهم. هاي دليك. هي ما دليك يا هذا خراب بالهذا. واخيرا. ايه وانا منظور الشخص الاول. ايه أي. الامور قعدت احصان من الاول. ها باهو ليكي. شلون هي؟ هذا بود. اكو ضحكة بس مفروض على تيم مو بوتا. هذا لعب. عبالك ما تتفنش. عبالك بوتا هذا. اشكال عندي. ذاك واحد. ماكو لاعبين. والله 40 دقيقة سجلت. 43 44 صارت. شنو السالفة؟ كل هذا اجرب هاي الاي كي ام الفزاعة. والله تمنيت لو اقدر اغير الاسم. اذن يا اصدقاء ها هي اي كي الفزاعة في لعبة ببجي نيو ستي. عندك هاي بالله الحركة العادية. هاي مال الهبوط مالته مميت.
وهاي مالت المسج كل مسج ملك الدماء الهبوط مالته همينه مرعب باعو فتشي والجمجمة ينطيك انه عبالك اشباح او نيزك دينزل حلوة تشربه حلوة بس يعني يدوب لان هو حساب جديد كله يعني نزلت تيم سكواد بس ماكو لاعبين كله بوتيات ومطشرين هاي فالحساب راد له هواي يلا يصير قوي تجربة حلوة لليكي الضحكة مالته يعني هاي اقوى شيء باللعبة اقوى سكين نزل باللعبة اكو هواية بس هذا الافضلهم اعطونا لايك شباب وصلنا لنهاية الحلقة ونشوفكم في حلقات قادمة وتحياتي.